استاذ خضر بعد في طلعه طرابلس اليوم، يعني هلا بهالوقت ما بقى في عشي تصير، المفروض بتاخذ معنا ساعة تقريبا مش أكثر. يعني إن شاء الله والحمد لله الطرقات عم بتكون آمنة. إذا بدك توصف لها لمدام فادية هالانترفيو بكلمة شو بتقول لها؟ بقول لها بتمناها لو كانت معنا هون. شكرا كثير وعلى أمل لقاء بوقت قريب، سلامات للعائلة. شكرا كثير. ميرسي لك وعلى الحلقة المميزة ومع الضيوف المميزين. انبسطنا بحضورك، شكرا شكرا شكرا، انبسطنا فيك. شكرا شكرا. رابع نحاس بيعشق لي رقم خمسة، قولوا له يا ناس عشان شكله كده بينسى. رابع نحاس بيعشق لي رقم خمسة، قولوا له يا ناس عشان شكله كده بينسى. في أرقام تانية في الدنيا، في تسعة في عشرة في تمانية، ده حلقة من ورا التانية. ايه من ورا التانية؟ يديني كده خمسات طلع وياه يا ناس عيني. جورج وسوف، وعن جد هالاغنيه يعني حفر وتنزيل على ربيع نحاس. واهلا وسهلا فيك اقدم اقدم محمد عطيه. اهلا وسهلا فيك. يعني الشباب ناطرينك من اول الحلقه، ونحن ناطرينك ونعيم ناطرك كمان. لانه عم بتمرن نحكي مبروك الاول، اتجوزت الف مبروك. قالوا من برا مبروك. لا ما قال نعم، انا اقول نعم، انت تامر، انت قول. عندك شوابق مع السمر يا محمد. كل الناس عارفه. شوف محمد، خلص يعني نحن مش الحال الليله، هنا عم بتدلعوا شوي بس ان الله راضي يعني تم. هيك قررت نصيب. مش حرام عليك انا؟ لا ليه حرام؟ محمد عطيه، انت من مواليد طنطا مصر سنه 1983، بشرت حياتك الفنيه سنه 2004 بعد فوزك بلقب نجم ستار اكاديمي بدورته الاولى، برصيدك البوم غنائي وفيلمين سينمائيين، خضت تجربه التقديم من خلال برنامج اجمد واحد، والليله انت ضيفنا بحديث البلد بعد مشاركتك بدانسينج وذ ستار على شاشه الام تي في. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. انا بتذكر يا محمد انا وصغيره حاضره فيلم بيقولوا في بلدي طنطا، وانا احب اعيش طنطا. يس، عادل امام. عادل امام الزعيم. شو بتقول الاغنيه؟ بلدي طنطا وانا احب اعيش طنطا. بس احنا ما عشناش طنطا على فكره. لا ما عشناش طنطا بقى. يعني تحيه لكل اهالي طنطا، بس وتحيه للفنان عادل امام من خلال هالغنيه. بلدي طنطا وانا احب اعيش طنطا. طنطا مسك بقى بعد حلقه. انا عايزه اعيش محمد عطية، بعد تبرير غيابك عن الساحة الفنية بالمشاكل الإنتاجية جمدت نشاطك الفني لفترة، بتعتبر أنه ظهورك اليوم بدانسينج وذ ستارز أعادك للأضواء؟ هي حكاية عاد الأضواء أو ما عادش، دي أنا ما أقدرش أحكم عليها. لأن مش الظهور مش معناه العودة للأضواء، ممكن واحد يرجع ويظهر في التيفي والناس ما تحبهوش. لا حبيتوه ولا ما حبيتوه؟ لا اصلا محبوب من الاول. محبوب الجماهير وكانوا مستقلين له يعني. لا اكيد حبيناه. ايه اكيد. ثانك يو. بس انا اللي بتكلم فيه طبعا دانسينج وذ ذا ستارز تجربه رائعه. نعم. يعني متشاف بطريقه كبيره جدا وبنسبه كبيره جدا في الوطن العربي. فاكيد اكسبوجر رائع لاي حد انه يطلع فيه، سواء مغني او ممثل او
اكيد انا مبسوط ان انا اتواجدت، لان كمان انا دايما ذكرياتي حلوه مع لبنان، يعني صح. ستار اكاديمي كان في لبنان ودانسينج وذ ستارز كان في لبنان، فدايما حظي حلو مع لبنان يعني. واللبنانيين بحبوك كثير محمد، لانه انت انسان موهوب يعني بكل صراحه، من اول بداياتك لهلا وبكل المراحل اللي قطعت فيها. محمد قبل ما نكفي خلينا نشوف سوا هالمشاهد للحظه خروجك من دانسينج وذ ستارز. بلاير باسم، مين رح نودع بالربع النهائي، محمد او روني؟ للأسف محمد بدنا نودعك، مبروك لروني. يعني صراحة محمد ما أنا ما شفت أي علامات تأثر، بالعكس أصلا كانوا عم بيحكوا عن حدا تاني. هنا أنا كنت تقريبا عشان طلعت قبليها مرتين دينجر زون والجمهور خلصني، كنت متوقع ان انا خارج يعني، يعني ما مبين موتر ابدا. لا كنت حاسه كمان عشان روني يستحق يفضل في المسابقه، كان انا كنت هتضايق قوي لو كنت خرجت روني، لان روني از دانسر بيرقص احسن مني، فكان هيبقى كنت شعرت بالذنب يمكن، كان يبقى نوت فير يعني، مش ممكن يعني، كان حرام. محمد كان صديق عمرك بستراك، الفنان الكويتي بشار شطي، وبدانسينج وذ ستارز انسجمت بشكل كبير مع انطوني توما. صحيح لو ضليت للاخر كنت ناوي تنسحب لصالح انطوني؟ مين قال لك؟ عرفنا. لا مين قال لك بجد؟ والله عرفنا. يس بس انا قايل، مش قايل يعني، قايل لانتوني بس ما اعرفش قال لك، قايل له يس انا لو كنت، لكن انتوني بكون قايل ما اعرفش هو قال لي مين، بس انا كنت مقرر ده وقايله وقايل لاهلي حتى في البيت، قلت لهم لو وصلت فاينل هنسحب قدام، لو انا وانتوني في الفاينل هنسحب قدام، لان انا كسبت ستار اكاديمي، انتوني بيرقص احسن مني، سو تالنتد، ثانيا ما كسبش ذا فويس، صح، فانا حابه يكسب جدا عشان احساس المكسب في مسابقه زي دي حلو، فعشان انا كنت مقرر ان انا لو وصلت فاينل مع انتوني كنت ناوي انسحب قدامه، وقلت له الكلام ده، قال لي بؤبر، قلت له لا انا بؤبر. هو اللي بده اياك تمشي دغري، هو ما بده اياك تضحي بحالك تمشي دغري. محمد بال 2006 تخرجت من كليه الاعلام قسم الاذاعه والتلفزيون بجامعه القاهره، واليوم انت شفت زميل دغري واليوم انت كاتب مقالات سياسيه ثورجيه، كيف بترد على اتهامك انك ركبت موضه الفنان المعارض اللي انتشرت بمصر بعد ثوره 25 يناير؟ هي مش موضه، وهو انتشر فعلا حاجه بعد 25 يناير ما كانتش موجوده في الشعب، حاله انتشرت بحالها، ودي اكتر حاجه بتهدد اي سلطه في العالم. ان الشعب يبقى واعي سياسيا. اكيد في الاول كانت بتزعجني لان بينتقدوا مش الكلام، يعني محدش بيناقشني في الكلام، يعني مثلا لما كنت انزل مقال سياسي مثلا او اي حاجه او اكتب بوست محدش بيناقشني مثلا يقول لي لا انت عندك النقطه دي غلط، يبداوا يشتموا. انا احب اتناقش مع اي حد، يعني اي حد يناقشني في وجهه نظر واراء، لان مفيش حد، انا ممكن اكون غلط في وقت من الاوقات، بس احب اتناقش، بس ساعات لما يبقى النقاش يعني مثلا في حاجات بالنسبه لي ما فيهاش وجهات نظر، الدم ما فيهوش وجهات نظر، يعني لما يبقى في حد اتقتل ما تجيش تقول اصل والله ممكن يكون هو راح غلط، ما فيش حاجه اسمها راح غلط، الدم ما فيهوش وجهات نظر، في حاجات ما بقاش فيها النقاش زي الدم، انما في حاجات ثانيه تناقش ان البند ده في الدستور محتاج يتعدل. اكيد. طب سؤال بالنسبه للعدد المصريين يلي عندهم نفس التوجه، يلي مثلا رافضين ثلاث جهات سياسيه اساسيه، طبعا نسميهم لا هم انا بالنسبه لي هم جهتين سياسيتين وفي جهه مشحونه في النص، مش ثلاثه، الجهتين اللي هم من قديم الازل في كل الاخوان الاخوان اللي هو بيحكم باسم الدين والحكم العسكري، دول من زمان، وانت رافض اثنين؟ انا ضد الاثنين يعني طبعا. انت من الفئه المطحونه بالنص؟ يس، احنا عددنا قليل انا عارف ده، ولكن انا عندي قناعه دايما ان التغيير اللي حصل على تاريخ الثورات حتى في اوروبا في الخمسينات وفي الاوقات دي، صح، التغيير اللي كان بيحصل دايما في اي ثوره كان بيحصل من 5 لـ10% من الشعوب. اليوم بعد وضع مصر مهدي وافضل بكثير من وضع غير بلدان. اكيد اكيد، والجيش المصري طبعا كحمايه كدوره في الحمايه اللي هو دوره كمؤسسه، نعم، ليه تحيه عظيمه وفوق راسنا، لكن ده مش مرتبط بالحكم. ليه رابط الحمايه بالحكم؟ امريكا الدول المتقدمه كلها بعد احداث 11 ايلول في امريكا، نعم، هل جابوا الجيش يحكم في امريكا؟ لا ما جابوش الجيش يحكم، لان دي حاجه، دي مربط الفرس، احنا عندنا شيطانه كلمه الحكم العسكري هي اللي خلت الناس تعمل كده، الناس عندها خلط بين الحكم العسكري وبين
الجيش كدوره مؤسسة في حماية الدولة، دوره كمؤسسة فوق رأسنا كلنا. على كل حال، على كل حال كل جهة بتنمي الثاني. يعني الحكم العسكري بنمي الاخوان، والاخوان من جهه ثانيه بقوى الحكم العسكري. يعني هن انبثقوا عن بعض. طبعًا يعني طبعا من ايام عبد الناصر، رئيس جمال عبد الناصر، هن اللي غزوا بعضهم. طبعا. محمد، جديدك البوم غنائي وديو مع انطوني توما، شو تفاصيله؟ الالبوم 10 اغاني. نعم. اتعاملت فيه مع ناس كتير قوي من مصر، من الاسماء المعروفة وأسماء جديدة. في ديو مع بشار في الألبوم. الديو بتاع أنتوني خرج فكرته من خلال الصداقة بتاعت Dancing with the Stars. كنا عاملين أغنية كافر أنا وهو على الجيتار كده وإحنا قاعدين في الأوتيل، غنينا أغنية كافر عمرو دياب وبراين آدمز. نعم. فلقيته بيقول لي طب ما تيجي نعمل ديو بتاعه، أنا عندي لحن نسمعه. سمعنا اللحن عجبني جدا، عملنا عليه كلمات، كتبت أنا الجزء العربي وهو كتب الجزء الإنجليزي، وزعناها وان شاء الله خلال ايام قليله تبقى في السوق باذن الله. يعني اذا ما عنده فضل Dancing with the Stars الا انه جمع اليوم، يمكن اللي كان يشوفكم كل واحد لحاله نقيدين، يمكن انت واحد بعالم، واحد من طنطا واحد من فرنسا. انه اليوم لا عن جد، ان كان باللغه او بالانتماء لبناني مصري، بقى اليوم انه جمعكم عن جد له فضل كبير، بده زقف البرنامج. أكيد طبعا. محمد، تاكيدا على نظريتك، خفه الظل والفن هن اذكى طريقه لارسال الرسائل الوطنيه والرسائل الانسانيه. انت غير تقليدي مثل ما قلنا لك، سور كل الحواجز وخليك ماشي بالطريقه اللي انت رسيتها عليه. محمد، انت بتامن انه لكل جواب في لكل سؤال في جواب؟ ولكل جواب في سؤال بعدين، ما هيدا مش شرط اكون عارفه. مش شرط اكون عارفه، بس موجود، بس كل سؤال لي جواب. يعني في المنطق بقول هيدا اكزاكت، انا بؤمن بالمنطق جدا. اوكي. بقى نحن رح نعمل لك اياها بس بالقلب. محمد عطيه وانترفيو، لكل جواب سؤال. انا رح اعطيك الجواب وانا اقول لك السؤال وانت رح تقول لي السؤال. اوكي. الجواب تمام. انت ايه اخبارك؟ تمام. الجواب اكيد ندمان. شو السؤال؟ على تأييد حسني مبارك. الجواب انطوني توما. شو السؤال؟ مين اكتر واحد بتتمنى يكسب ومين اكتر واحد قريب ليك في Dancing with the Stars؟ حلو. الجواب انا بتحمل المسؤوليه. شو السؤال؟ على موقفي. اكزاكت لسه هقول مواقفك مواقفك السياسية. مين بيتحمل مسؤولية مواقفك السياسية؟ أنا بتحمل. كريستين، المطار من جحا هنا صعب. من فضاء. شو مكتوب على كارتك؟ تغزل بالضيفة الجالسة إلى جانبك بالصعيدي. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي على عود الحلاوة يا بوي. منيحة محمد، منيحة منيحة منيحة. عنا بالكواليس عرفت؟ جاي على بالي اطلع اعمل له كبسه. كواليس؟ مين؟ مين في بالكواليس؟ هاي دولي. خلصت الحلقة. مصور. نحن عم نصور بنفس الوقت. هلأ توني خلص الحلقة مرة. تبقت الليلة. طيب توني انضملنا. نجي حلقة خاصة. وعد؟ بيشرفنا. أوكي توني. بدي أعرفك على مدام على الموجودين.
أكيد بتعرف الباقيين كلهم. كيف منيح؟ مدام نهى الخليل شلبي. أهلا أستاذ كوني. بسطنا فيك كوني. ثانك يو. هلا كنا عمال يطلبوا منك انك تغني غنيه بقى نزولا عن طلب الجماهير اللبنانيه والمصريه. بس قبل ما نسمع هالغنيه مضطرين انه نودع. وين يا ابني؟ وين يا مروان؟ عم اهلك اسمع الغنيه على مين تارك ارضك واهلك وهيدا؟ لوين رايحين؟ عنا سفره على افريقيا على ابيجان والطياره تاخرت عليها. عم بدقولي هلا عم بنادوني ابيجان تلفن قبل شوي. تلفن رئيس مجلس الاداره استاذ محمد حود قلت له اخذنا اياها شوي. قال لا هلا بدك تجي. قلت له كريستين تاخذك في المركبه بتاعتها. نعيم اخرناك. توصلوا بالسلامه. ميرسي. بالتوفيق حبيبنا. ميرسي. وكمان يعني بتمنى لكم التوفيق جميعا. ثانك يو. ميرسي. ومش عارفه انا بدي مش عارفه بدي فلق للطياره. طب فينا نتواصل فيها على التليفون؟ على التليفون. يلا باي 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 نعيم. شكرا. طلب منا تغني له غنية بعد لأنه يلا. انبسط كثير بالغنية تحت إيه الهواء بقى. شو بدك تقول له؟ يعني بدي اقول ما تغيرت. جويس حابه تسمعها وهي لا انا حلو الناس اللي ما بتتغير. إيه اكيد انا بحب وصلنا كمان بالاساس احلى غنية هيدي. ست مها كمان بتحبها. ما تغيرت بعدك حبيبي ما تغيرت تيرارارارا وشو ما قلت انت حبيبي شو ما قلت الله ما تغيرت بعدك حبيبي ما تغيرت يا را 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 شو ما قلت انت حبيبي شو ما قلت را 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 مرتاح تعبان فرحان زعلان انت حبيبي حبيبي كيف ما كنت يا را مرتاح تعبان فرحان زعلان انت حبيبي حبيبي كيف ما كنت يا را كم مره حبيبي كم مره بتقلي هي اخر مره رح تنسى حبي بالمرة بعد ندمت ورجعت كم مرة حبيبي كم مرة بتقلي هي آخر مرة رح تنسى حبي بالمرة وبعد ندمت ورجعت الله حطك في مود الغرام حط اي حد في مود الغرام. انت مغروم هلا انت مغروم هالفتره؟ لا انا بقالي ثلاث سنين سنجل او سنتين وشويه. ما انغرمتش؟ لا النهارده انغرمت. السياسه اخذته السياسه اخذته حبيبي.